لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة، نتحول إلى مهبط الوحي وأرض الرسالة المحمدية إلى مكة المكرمة مع ضيفنا الكريم الدكتور فواز الدهاسي، وهو مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة. مرحبا بك دكتور، وكل عام وأنتم بخير في هذا العيد السعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نعم، نتحدث هنا عن مركز تاريخ مكة المكرمة، حدثنا عن هذا المركز ودوره في رصد تاريخ هذه البقعة الطاهرة، هذه البقعة التاريخية، هذا المكان المقدس. أولا كل عام وأنتم بخير مشاهدينا ومشاهدات الأفاضل. وأما مركز تاريخ مكة فهو تابع لإدارة الملك عبد العزيز بالرياض، نعم، وهو يهتم بحفظ تاريخ مكة المكرمة وتدوينه وحفظ الوثائق والمخطوطات القديمة التي تتعلق بمكة المكرمة وتسجيل كل ما يتعلق بتاريخ هذه البلدة المقدسة، وإلى جانب طبعا طباعة ونشر جميع الكتب والمؤلفات التي تتقدم إلى مركز تاريخ مكة المكرمة وتعرض إلى لجنة علمية لتحكيمها ومن ثم نشرها عن طريق دارة الملك عبد العزيز. أيضا هناك عقدنا عدة ندوات كثيرة كلها تتعلق بتاريخ مكة، من أهمها مصادر تاريخ مكة المكرمة بالتعاون مع شؤون الحرمين، لأننا أيضا نحن لنا تعاون وشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتاريخ مكة المكرمة كشؤون الحرمين كأيضا جامعة أم القرى، وعقدنا أيضا ندوة عن الطوافة، وعقدنا أيضا عدة ندوات كثيرة عن ما تتعلق بتاريخ مكة المكرمة، وأيضا إلقاء محاضرات وندوات خاصة كندوة ألقيت في الغرفة التجارية بمكة المكرمة عن أهم المعالم التاريخية في مكة المكرمة. أيضا من الأشياء الجميلة التي اهتم بها مركز تاريخ مكة أنه يهتم بكل الرواد الذين ساهموا في توثيق وتسجيل التاريخ المكي، فنعمل لهم حفلات تكريم بين فترة وأخرى، وبذلك نحاول أن نساهم مع الجهات الأخرى في رصد وتوثيق التاريخ المكي. نعم أستاذ أو الدكتور فواز، لو تكلمنا كذلك عن أبرز الصور التي يحتفظ بها مركز تاريخ مكة المكرمة عن الحج. والله هناك العديد حقيقة من الصور الكثيرة التي طبعاً موجودة لدينا في أرشيف الصور في دارة الملك عبد العزيز، وكثيرة خاصة بما يتعلق بالمسجد الحرام منذ البدايات، منذ طبعا بدايات الملك عبد العزيز المؤسس عليه رحمة الله وما قبل هذا أيضا التاريخ. ولدينا أيضا كثير من الصور هي بالمسجد الحرام بصورته التي كانت عليه قديما، والدور الكثيرة التي تحيط به من جهاته الأربع، وأيضا صورة للمسعى وهو يعني مفصول عن المسجد الحرام، وحيث ينتشر الباعة المتجولين في هذه المنطقة ويخترقون صفوف الذين يسعون بين الصفا والمروة، صور قديمة للكعبة المشرفة، صور قديمة أيضا وخرائط لمكة المكرمة كمدينة، وأيضا صور لطرق الحج المختلفة التي تربط مكة المكرمة بالمناطق المختلفة شمالا جنوبا، وعديد الحقيقة من الصور التي لا تحضرني الآن، ولكن لدينا إرشيف كامل متكامل في الرياض في المركز الرئيسي في دارة الملك عبد العزيز. ونحن نحصل دائما على الصور التي نحتاج إلى عرضها في